مساء الخير، مساء الهنا والسرور على كل مشاهدينا. كل سنة وكل أم طيبة وبخير وبصحة وبسعادة. طبعا النهاردة حلقتنا هتكون دسمة جدا، فاحنا هندخل على طول في الموضوع. مبدئيا طبعا هتكلمونا على تليفوناتنا اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة، وتتفاعلوا معنا طبعا على صفحتنا على الفيسبوك. النهاردة هيكون عندنا حلقة شوية كده مفرفشة بمناسبة عيد الأم. عندنا كورال هنسمع معاكم كل أغاني عيد الأم. أي حد عايز طبعا يبعت تهنئة لوالدته أو لأم ولاده أو لحماته يكلمنا، وإحنا إن شاء الله هنلبي كل طلباتكم. دي أول حاجة. تاني حاجة، لو فاكرين يا جماعة زمان وإحنا صغيرين كانت برامج الأطفال بالنسبة لنا حاجة مهمة جدا، كنا كلنا بنتفرج على نفس البرامج. طبعا كان عندنا ماما نجوى، كان عندنا كمان ماما فاطمة لو فاكرين، الإعلامية القديرة فاطمة سالم مع كرومبا. يعني كان عندنا بقلص وكان عندنا كمان كرومبا. النهاردة ماما فاطمة وهو اللقب الأقرب إلى قلبها هتكون منورانا النهاردة في الاستوديو عشان نتكلم عن فكرة إن مذيعات الأطفال في الوقت ده على فكرة كانوا بالنسبة أنا تربيت على فكرة على البرامج دي، وكانت بالنسبة لي حاجة مؤثرة جدا في وجداني إن أنا عندنا مواعيد ثابتة بنتفرج على البرامج اللي من النوع ده. هتكون النهارده موجوده معانا، وبرده نقول لها كل سنه وهي طيبه لان هي ساهمت فينا كتير على فكره. اخر فقره هتكون موجوده معانا، ولو احنا كنا اتكلمنا شويه عنها امبارح، فكره الام البديله. ان الام مش دايما بتكون هي الام بس اللي حملت وولدت ورضعت وسهرت، لا، في نماذج كتير جدا من الامهات بتكون موجوده في حياتنا. في امهات بيكفلوا اطفال، ومش مجرد الكفاله الماديه على فكره، لا، بيكفلوهم رعاية وسهر ويعني بيقوموا فعلا على خدمتهم بكل كأنها أم فعلية ليهم. في كمان الخالة اللي بتربي ولاد أختها، في صاحبة الأم، في العمة، في نماذج كتيرة جدا من الأمهات البديلة موجودة معنا النهاردة. هينورنا في الاستوديو أمهات بديلة نتكلم معاهم عن تجربتهم، وهم كمان من حقهم مننا ومن الناس اللي تربوا على ايديهم ان هم يكون ليهم كل الحب والاحترام والتقدير والاحتفال في عيد الام. ندخل بقى بس على حاجه اخيره، بما ان هو عيد الام وانا من منبري هذا لازم استغل طبعا المناسبه واقول لمامتي انا كل سنه وهي طيبه. انا يمكن كان عندي تجربه شويه، انا كنت يعني طفله رزله حبتين، كنت دايما لازم اقول لا، يعني عشان كانوا يخلوني اعمل الحاجه. مامتي كانت تقول لي الاول اعملي كذا، تقولي الحاجه اللي انا مش هي مش عايزاني اعملها عشان اقول لا واعمل الحاجه اللي هي عايزاها. كانت دايما تدعي ايه ده، كانت دايما تدعي وتقولي ايه ربنا يديكي بنت زيك، علشان يعني ايه اللي هو ده احسن عقاب ليا. الو كل سنة وحضرتك طيبة يا أحلى مامي في الدنيا، بحبك قوي. انت كارما، ازيك يا كوكي؟ كويسة. انتوا عملتولي مفاجأة على فكرة، صورة اتأثرت. روحتي؟ عملتي ايه في الامتحان؟ كويس. طب كويس، الحق فين اختك؟ لا انا عند صاحبتي. انت رحتي عند ليلى صحيح؟ طيب ميرسي يا كوكي، عملتوا كويس؟ طيب يا حبيبتي ميرسي. كارما عملت لي حاجه لطيفه قوي على فكره يا جماعه، من انا بقى ايه نتكلم، عملت لي كارت امبارح بالليل رسمته لي وكتبت لي عليه نيوتيلا، عشان انا طول النهار باكل نيوتيلا بس ما باكلش غيرها، فهي بدل ما تكتب لي هابي بيرث داي مامي او هابي ماذرز داي مامي كتبت لي عليه قلب وحطيت لي عليه نيوتيلا. ماشي اوكي، حركه. ميرسي يا كوكي، ميرسي يا كوكا. دوريان يا اختي على التربيه، شفتوا التربيه؟ ماشي اوكي يا حبيبتي. ماشي يا عزيزة، حلوة منك. أوكي. أرجع تاني لمامتي. كان أنا صورت لخبطت. المهم يعني أو بمناسبة كارما ومامتي، مامتي كانت دايما، مامتي كانت أم جامدة على فكرة، ما كانتش أم سهلة يعني، كانت تبرق لنا بس كده نترعب على طول. المهم إن أنا كنت وأنا صغيرة طول الوقت مش عايزة أعمل الحاجات اللي هي بتعملها، أقول أنا عمري في حياتي ما هبقى زيها، لغاية أما حصل لي موقف من قريب. اول مره زمان وانا صغيره حبيت اروح السينما لوحدي، فهي اتشالت واتحطت واتهبدت، وقالت لي يعني ايه تخش السينما لوحدك ولا وما ينفعش وما يصحش ومش ممكن، والسينما ضلمه، ما كنتش عارفه ايه موضوع السينما ضلمه، يعني ايه سينما ضلمه. المهم يعني ان هي قالت لي عشان تخش السينما دخلت معايا السواق وقالت لي اقعد في الصف اللي وراكوا عشان يبقى عينه عليكم، وانا كنت معتبراها اهانه غير طبيعيه ان انا رايحه مع اصحابي السينما واخده معايا حد بودي جارد قاعد معانا،
يعني بس كانش قدامي حل. دخلت. تمر الايام والسنين تيجي كارما اللي كانت بتكلمني دلوقتي دي طلبت مني ان هي تروح السينما. عملت نفس الحاجه بالظبط. بعت معاها بودي جارد قعد وراها بعد خناقه طويله عريضه واستخدمت فيها نفس الفاظ بالظبط بتاعه مامتي انه لا ما ينفعش والسينما ضلمه. كل الكلام ده قلته بقيت بعد ما خلصت الحوار يا نهار ابيض الواحد يعني ايه ما يتكلمش بعد كده. نهايته يعني ان ساعات كتير قوي بنبقى مش عايزين نبقى زي امهاتنا، لكن انا شخصيا اتمنى ان بعد العمر ده وانا مع اولادي ان انا اكون شبه امي حقيقي يعني في كل شيء. يعني يا رب اكون شبهها في تربيتها لينا وفي كل حاجه. كل سنه وكل طيب بقى. وتاثرت جدا على فكره، كان معايا قلم مش عارفه راح فين. المهم اشهر بقى بمناسبه الامهات والكلام ده، اشهر جمل الامهات دايما بتقولها يا جماعه، احنا كلنا عندنا لازمات ده غير الاسلحه طبعا اللي بنتعامل بيها، لكن عندنا جمل لذيذه قوي كلنا بنقولها، واهالينا كانوا بيقولوا يمكن جمل اكتر مننا شويه دلوقتي. كانوا مثلا يقول لك كل حاجه يقولك هسيب لكم البيت واطفش، او مش هتعرفوا لي طريق جره، مش عارفين الجره دي ايه وهي اخرها مش عارفه هتروح فين الحقيقه يعني، او مثلا الاكل مش عاجبك لو الاكل ايه طب بكره نشوف مراتك هتطبخ لك ايه، روقي اوضتك. دي جمله شهيره جدا. انا كنت بعمل حاجه لذيذه جدا، كانت كل ما مامتي تقول لي روقي اوضتك او مش شايله الهدوم كلها حطها في الغسيل عشان ترجع لي متطبقه ومكويه اشيل على طول في الدولاب. وكانت دايما برضو تقول ايه ساعات او الامهات عامه الله يكون في عوني اللي هيتجوزك، الله يكون في عوني اللي ايه انت هتفتحي بيت ازاي، هتفتحي بيت انت ازاي وتديري شؤون. وبعدين مثلا اسالها على حاجه اقول لها مش شايفاها واتشال واتحط واتهبد طب انا حاجه اطلعها لك على فكره، بس لو جي وكل على فكره هي اسطمبه واحده الامهات كلها بتقولها واحنا دلوقتي كلنا برضو بنقولها. عندنا تقرير صورناه مع الناس نتكلم فيه عن الموضوع ده، وهنرجع على اولى فقراتنا والقرار دوري مي هيكون موجود معانا ونسمع اغاني عيد الام. واللي عنده اي طلب يا جماعه الدعوه عامه، كل واحد يكلمنا عشان يهدي لامه الحاجه اللي هو عايزها. وكل سنه وكل ام طيبه وبخير. كلمه مامتك بتقولها لك؟ قوم ذاكر. قوم انزل هات لي الطلبات. ما بتذاكرش ليه؟ انا ما خلفتش. انزل هات العيش. لما ما بتذاكرش بتقول لي قوم ذاكر يا زفت عشان هي خايفه عليا. طبق الغسيل. تغسل مواعيني. مش هتنفعي للجواز. تدعي لي على طول تقول لي انزل ربنا يرزقك ربنا يبارك لك كده. مواعين اعملي بوتاجاز. شوف هدومك قط دماغك وقالك الحاجات ديت. تقول لي يخرب بيتك ده. اقفل التلفزيون وخش نام. زفت راح زفت جه كده. اتهد واقعد. يا مني. بقى كلام كتير بس اكتر اقوم ذاكر الحاجات دي. دايما الكلمه اللي والدتي بتقولها لي اللي هو والله ما انت نافع. ربنا يسامحك على اللي انت بتعمليه فينا. تقولي ربنا يرزقك بنت تتعبك زي ما تتعبيني. قومي اعملي شاي. دي الكلمه اللي بيقولها ثلاث ارباع امهات وابهات مصر. ما تتاخريش بره البيت. قومي ذاكري عشان مستقبلك بيضيع. دولابك اهم حاجه عندها دولاب لازم يكون معمول كده بالظبط. اتخمد نام. انزل دلوقتي هات العيش. الكلمه اللي فاكرها وحاسبي قوي دايما تقول يا حبيبي.
عندها فقره ده لازم تقدمها. لا طبعا سلمى اسامه من احلى الاصوات اللي حضرتك ممكن تسمعيها. ده حقيقي. صوت واعد، صوت قوي، صوت احساس، صوت جميل جدا. بحييك يا سلمى. برافو يا سلمى. وطبعا بنرحب بحضرتك مايسترو احمد حسام، منورنا النهارده بفرقه دوري مي مزيكا. وعايزة ابتدي كده كلمتين، احنا النهارده جايين نغني بس برضو لازم ناخد كلمتين كده فكره عن الفرقه. هي الكورال جت منين فكرته؟ الكورال جت فكرته من خلال انا بشتغل مدرس تربيه موسيقيه. ايوه تمام. وبغني وبلحن، فبدات اكتشف الاولاد موهبتهم في الغنى، موهبتهم في الاداء القوي ده. فمن خلال الحفلات اللي احنا كنا بنعملها، حفلات المدرسه بالظبط، فقدرت ان انا اطور شويه في حفلات ده، بمعنى ان انا اخدهم من نطاق ممكن يكون روتيني شويه، ونقدر نعمل حاجه تكون ليها افق واسع ويكون ليها مدى كويس. فبدات استقطب الولاد دول. تعال نقول حاجه، الولاد دول الناشئ الصغير ده لما بيلاقي اللي قدامه التالنت موجود، هو عنده استشعار من الصغر، بيبقى حاسس مين المدرس اللي ممكن يقدر يطور له موهبته او يقدر يفيده، من اللي ممكن هيبقى ستيدي معايا، هو جاي يعمل شغلانته وخلاص، مفيش ابداع، ما بيحطش بصمته. بالظبط كده. هنقول بلادي بلادي، هنقول اي حاجه ثانيه وسلام عليكم يعني. لا طبعا. طب بتعملوا بروفاتكم فين؟ بروفاتنا بنعملها عند اولياء امورهم. يعني اولياء الامور متحمسين جدا للفكره، فوق ما حضرتك تتخيلي. اولياء الامور مقدمين لي كل الدعم المادي والثقافي والفني والوعي، دي اهم حاجه، ان ولي الامر
تعالي كمان ان هم مش معظمهم رجاله عشان احنا في عيد الام، هم فعلا بنات. لا بس معانا برضو الشباب زي الورد اهو، معجبه انا قوي البانك ده جدا عشان تبقى فاهم. احمد وجيه القصه دي عجباني جدا جدا يعني. عالمي. معظم اولياء الامور طبعا هم الامهات طبعا. طبعا كل سنه وكل ام بخير، كل ام مصريه طبعا. الامهات دايما يعني هم اللي طب احنا قبل ما نكمل كلامنا نغني حاجه تانية. حاضر. ايه رايك؟ تمام. ونرجع نكمل كلامنا. هنغني ايه؟ هنغني حاجه من احلى الحاجات اللي اتعملت واحلى الاغاني اللي اتغنت للموسيقار الجميل محمد فوزي. هنغني احن قلب. محمد خالد. محمد فوزي وديانا. جدا اتفضلوا. دنيا قلبك انتي يا امي، انتي يا امي، واغلى حبي في الدنيا حبك انتي يا امي، انتي يا امي. احني قلبي في الدنيا قلبك انتي يا امي، حبك انتي يا امي، انتي يا امي، ربيتي اختي، صبرتي اخويا، تعيشي ليها انتي وابويا، انتي يا امي، انتي يا امي، انتي يا امي. حبك يا أمي اجري في دمي، وكل غالي خاص عشاني، سهرتي جنبي وشلتي همي، وكل ما اكبر يكبر حنانك، وبتسعديني دايما في قلبك انتي يا امي، انتي يا امي، ربيتي اختي، صبرتي اخويا، تعيشي ليها انتي وابويا، انتي يا امي، انتي يا امي، انتي يا امي. انا اسمي غنوة على شفايفك، وانتي انتي في قلبي غنوة، وكل لحظة بيبان لي عطفك في كلمة حلوة ودعا حلوة، والدعوة منك اسمعها ربك، انتي يا امي، انتي يا امي. احني قلبي في الدنيا قلبك انتي يا امي، انتي يا امي، ربيتي اختي، صبرتي اخويا، تعيشي ليها بيهم بقى هما كمان. محمد خالد. ديانا وليد.
اهلا اهلا. بس ما شاء الله الاغاني دي بتعرفوا تحفظوها؟ مش صعبه عليكم؟ لا مش صعبه. مش مايكات بس عشان مش صعبه؟ مش صعبه. كنتوا تعرفوهم اصلا؟ طبعا ما كنتوش عمركم سمعتوا عن الناس دي غير طبعا مايسترو احمد ولا كده لكم. طيب اتفضلوا ارجعوا. انتوا بقالكم قد ايه يا مايسترو؟ بقالي سنه ونص. سنه ونص بدات انشاء الفريق. اخترت الولاد ازاي؟ اخترت الولاد ازاي؟ الموهبه اللي بتفرض نفسها. الموهبه دايما يعني هقول لحضرتك انا عندي حاجه بعد كده هفاجئك بيها. عندي اصغر شاعر في الوطن العربي مش في مصر بس. ايوه اللي هو لابس حاجه مختلفه كده، هو كان المفروض يلبس زينا النهارده. ايوه ايوه اهلا. هو اللي عامل النمس ده. هو اللي بقى ده النمس ده. النمس ده. محمد عمرو. بيقول شعر. الموهبه بتفرض نفسها. طفل صغير زي كده لما يبدا ان هو يقول شعر تعبه بمساعده مامته، هي السبونسر بتاعه يعني. هي اللي وراه في كل شيء. كلهم عندهم موهبه، بس جاست ان هو لما بيلاقي حد يقدر يطور ده معاه، يقدر ان هو يقدمه بشكل كويس، هو ده بيبان في الصوره اللي حضرتك شايفها. محمد عنده كام سنه؟ نتكلم محمد. ممكن تديله مايك؟ طيب ايوه اديله مايك كده في ايديه. عندك كام سنه؟ ست. عندك ست سنين؟ يا خبر، ده انت كبير قوي. طب سمعني بقى هتقول ايه؟ هنقول حاجه حلوه قوي. محتاجة حاجة لا لكلامي ولا لدي، علمتني حاجات كتير بالسنين مش بالدراسة، بالوراثة اللي علم فيها علم برضو فيا. اللي مالتوش أم ليا شيء تاني، ليه يا رب عن رضاها هيحاسبني، وده حسابه مش شوية. أم لا شيء خلتني واحد والزمان وعدى بيا، طفل كنت بعودي سنة طال عمره ما مال عليا، الزمن خلاني جاحد والسنين غمت عينيا. اللي مالتوش أمي ليا إنها صبرت عليا، لما عشت سنين في خيرها كبرت ساوتها في خيرها، شفت حنيتها ضعف كنت نائمة من حسابي، بكرة أصحى لاقيها جنبي يعني هتروح مني فين؟ بكرة أنا أصرحها وترضى، بكرة أنا طيب خاطرها، بكرة أنا أقولها كلمتين، بكرة جت بكرة والأسف في القلب راكس، أمي ما سمعتش مني طول حياتها إلا عايز. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حضني من أول حياتي وهم وهمي، اللي كتر خيرها داب في القلب دمي وعايش بيه. أمي قبل النوم بتدعي مش عشانها، كان عشاني، ابتدى إحساسي يصحى، حلمه قلم سنين حياته اتخلى عنه فاق. لأول مرة عرفت معنى أم يعني إيه تضحية، ياخد عمري مني كله بس آخر أمنية. يا ملاك الموت تمهل، يا ملاك الموت تمهل، للسنة في عينيها عيل، سيبها بكرة سيبها بعده سيبها أسبوع سيبها شهر سيبها عمري سيبها أرجوك سيبلي فرصة، نفسي أسمع تاني يا ابني. اللي مالتوش أم ليا هو أكتر شيء تاني، إنها كانت عارفة إن في يوم هسيبها
أو هتيجي في يوم تسن. تعالى تعالى ده لازم بقى، ده لازم. اتفضل. تعالى تعالى تعالى. ممكن ناخد، ممكن ناخد قبلة على الهواء ممكن؟ انت جميلة قوي. يلا روح مكانك. محمد عمرو ها يعني مش هتكلم، مش هتكلم، الله اكبر ربنا يحميه، بس صعب التعامل مع السن الصغير ده. ألذ متعة في الحياة تطلع منه. ألذ متعة ان حضرتك تتعاملي مع ليه بيور لسه ابيض، بنشكل زي ما احنا عايزين، لسه بنعمل اللي احنا نتخيله. المجتمع بتاعنا يا ريت كان كله القماشه دي، القماشه البيضه بتاعتنا اللي احنا ممكن نقدر نشكل فيها ونرسم اجمل احساس. حضرتك تتخيلي النشء ده الصغير ده لما تربيه على القيم الجميله، لما يبقى حافظ اغاني الام. حضرتك كمان ما سمعتهمش في الاغاني الوطني. واو. طب احنا نسمع حاجه الاول للام وبعد كده نختم بحاجه وطني، ما هي مصر ام الدنيا. شوش. طيب نسمع الاول حاجه تانية للام. هنقول امي ثم امي، هيغنيها المجموعه. تمام. اللي تدي حنك ده من غير حساب يبوس.
التراب اللي ماشية عليه أمي، ثم أمي لحد آخر يوم عمري، حضني من أول حياتي وهم همي اللي كتر خير هداف في القلب دمي وعايز. قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال، اللي شهرت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال، أعمل لها تمثال اللي تيبت قلبها فوق الخيال، أعمل اللي شهرت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال. لو هعملك ايه تستاهلي 100,000 عيد اللي عملتي، لو هعملك ايه بسر ما نمشي من في أول مرة بمشي سندت عليه، لو هعملك إيه تستاهلي 100,000 عيد على عملتي، لو هعملك إيه من في بسر ما نمشي من في أول مرة بمشي سندت علي أمي، ثم أمي لحد آخر يوم عمري، حضني من أول حياتي وهمومي اللي كتر خير هداف في القلب دمي وعايش بيه. طب يعني ممكن بقى نختم بحاجة لمصر؟ احنا هنختم بقى بحاجة برضو هختصكم بيها. هنقول شعر باللغة الإنجليزية مصاحب بموسيقى رأفة الهجان، شوفي الهامينج بقى والبالانس بينهم. اوكي، وهنسمعه من اولا ملك مدبولي، ادهم مصطفى، اهلا زينب جمال، اهلا يوسف سامي، اهلا وسهلا، نحييهم. انتوا حاجة تفرح على فكرة، كلكم الحقيقه كلكم. طيب اتفضلي يا جنى، نرجع يا جماعه. احنا بنشكركم جدا لوجودكم النهارده معانا، بس انا عايزه اخد وعد من حضرتك انك تجي لنا مره ثانيه بره عيد الام بقى نسمع حاجات ثانيه. يسعدني يسعدني. خلاص ارجو ان انا اتواجد معاكم في حلقه يكون بمناسبه وطنيه، هسمعك اغاني وطنيه تحفه تحفه باصوات الناس. احنا برضو يعني 18 مارس كان عيد تحرير طابا، فاحنا برضو يعني ايه مش بعاد قوي نسمع بقى دي، ونبقى عندنا 25 ابريل عامه جايه اهي قريب ان شاء الله. اتمنى فاحنا بنشكركم، هنسمع ده وميرسي قوي لوجودكم. كل سنه وانتم طيبين يا اولاد، ما حدش قال لك كل سنه طيبه ليه. صح صح صح، اوكي ميرسي. ايوه كده. Egypt, you're my love, you're the sky, no higher, you're above, in you I find my family and friends, my joy and happiness never ends, you are the first for me, you're a number one, your shining moon is magical and your warm sun. I hope to my country Egypt all the best. I hope it grows and shows and become better than all the rest. Long live Egypt! Long live Egypt! Thank you.
ميرسي جدا 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 جنى شريف. جنى لونج في ايجيبت، تحيا مصر. ميرسي جدا 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 لوجودكم، ومن حضرتك نورتنا النهارده. انا فن بس ونتمنى ان احنا نكون قدمنا حاجه لطيفه ومختلفه، وكل يعني ام تكون فرفشت شويه. فاصل ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا. منورني دلوقتي في الاستوديو الاعلاميه فاطمه سالم، او زي ما كنا كلنا بنقول لها ماما فاطمه. ماما فاطمه كان ليها برنامج كتاكيت، وكانت بتطلع فيه كرومبا. كرومبا دي كان ليها تاثير رهيب على جيل الثمانينات على فكره، انتم مش متخيلين. مساء الخير، وكل سنه وحضرتك طيبه ومنورانا ماما فاطمه. مساء الفل يا حبيبتي، وكل سنه وانتم طيبين. وحشتينا. انتوا كمان وحشتوني. لا حضرتك وحشتنا، وكرومبا وحشتنا. والله انتوا وحشتوني اكتر، وانا سعيده ان انا معاكم النهارده. جدا ان حضرتك لبيتي الدعوه وجيتي معانا ونورتينا، لان الحقيقه فعلا برامج الاطفال زمان كان ليها يعني تاثير قوي جدا 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 على كل جيل الثمانينات، ويعني اواخر السبعينات اللي انا منه يعني. ما تكبريش نفسك بقى يا حنين. يعني انا استاذنك بس اعيد على كل اللي مستنيين ان انا اعيد عليهم. اتفضلي. هعيد على مصر الاول، ربنا يحفظها لنا ويخليها لنا. هعيد على امي الله يرحمها واقول لها انها وحشتني قوي. هعيد على اخواتي البنات، كل سنه وانتم طيبين، هم اخواتي امهات. هعيد على بناتي. ايوه. كل سنه هم طيبين، هم امهات. اهم ناس هعيد عليهم امهات الشهداء. طبعا. بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، واحنا عارفين انتوا ضحيتوا قد ايه، وربنا يصبركم. هعيد على امهات جنودنا وظباطنا الابطال اللي قاعدين بيحمونا، كل سنه وانتم طيبين. هعيد على ولادي بقى اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي، هم امهات دلوقتي بدورهم كلهم. كل سنه وانتم طيبين، وكلكم امهات انا عارفه، وربنا يخليكم لاولادكم ويخلي لكم اولادكم يا رب. وكرومبا. كرومبا كل سنه وانتي طيبه. وكرومبا دي كرومبا دي مهمه جدا يعني. دي مهمه، هي لو كان الصوت كمان موجود كانت هتعمل شغل. نسرين للاسف. نسرين ابنه ماما فاطمه هي اللي كانت بتعمل صوت كرومبا يا جماعه زمان واحنا صغيرين. فين نسرين؟ مش كانت معانا. ما انا قلت لها والله، بس عندها ظروف ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله. طب نشوف حته كده من كرومبا ونرجع نكمل كلامنا مع ماما فاطمه وكرومبا. اوكي. احنا صمنا طول شهر رمضان، فربنا بيكافئنا بقى بالايام الجميله دي. الا شهر رمضان ده. الا شهر رمضان ده حبيبي. ايامه حلوه جدا حبيبي. ده رمضان حبيبك مش حبيبي فعلا. كمان بنحب شهر رمضان. جدا. بنصوم بقى يا كرومبا؟ لا 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 لا، نصوم ايه؟ انا بحبه عشان بنصوم بس. بقى بعد ما بنصوم بقى بنفطر صواني بقى، المحشي بقى خصوصا المحشي، والمكرونه بقى. والحلويات والكنافه والقطايف والمسبك بقى والمحمر. ده انت بتحبي رمضان عشان كده بقى؟ طبعا. مش يعني بقى بنحب الشهر ده يعني. مش بنحب الشهر ده بقى علشان في الشهر الكريم ده يعني بنحس كده بجمال يعني روحاني كده، والواحد يعني ايه بيقدر يسيطر كده على رغباته، يعني يحس بالجوع لكن يمسك نفسه يقول لا انا هصوم عشان ربنا يحبني، مش كده؟ كمان بقى جنبيه الاكل يعني. هو المهم الاكل، مش كده؟ هو المهم الواقع المهم يعني الاكل في الواقع يا ماما فاطمه. هو الاثنين مع بعض. طب وقولي لي، طب بمناسبه ايه كمان انت بتفكرك يعني؟ مثلا اقول لك ايه، العيد الكبير. يا سلام. جميل قوي صراحه. فكرة البرنامج كانت فكرة حضرتك مظبوط؟ جت لحضرتك منين؟ والله بصي، هو كان في قبل مني كان في ماما نجوى بتقدم بقلوز وكانت هايلة جدا يعني، لكن مش عارفة حسيت ان انا عندي حاجة عايزة اقولها للولاد، بس من خلال عروسة تكون بنوتة بقى مش شكل أراجوز او حاجة كده. فربنا وفقني يعني، والصوت كان الحمد لله. اتفاجئت بصراحه. اتفاجئت ان كنت بدور على الصوت، وبعدين ما لقيتش صوت مناسب خالص. لقيت حد من بناتي جاي يقول لي طب اسمعي ده، بسمع لقيته صوت بنتي نسرين، بعدين اكتشفت انه صوت نسرين. طب قعدتي حضرتك تعملي البرنامج ده كام سنه؟
بصي قعدت شويه فتره كذا سنه كده، وبعدين حصل لي ظرف يعني قاهر كده، اضطريت اقعد اربي الولاد، رجعت شويه، وبعدين صراحه فضلت بقى ان انا اقعد اربي العيال والاحفاد والليله بتاعت الستات المصريه دي. والحمد لله حضرتك توقفتي وقعدتي في البيت تماما وما في يعني كان عندي خمسه ده حقيقي خمس اولاد ربنا يخلي. احنا هنتكلم دلوقتي عن البنات، اربع بنات وولد. هنتكلم احنا عن قصه اربع بنات وولد دي، بس حضرتك ضحيتي بكل ده وقعدتي في البيت عشان خاطر الولاد. كانت المسؤوليه كبيره قوي، وفي يعني هو اختيار يعني حتى مش هقدر اعمل الاثنين، ما كنتش هقدر. فانا اخترت اللي هو هيسالني عليه ربنا، اللي هو الامانه اللي هو اداها لي. تمام. طب حضرتك اما كنت بتعملي يعني حاليا بتتفرجي على برامج الاطفال، متخيله ليه ما عندناش برامج اطفال حاليا مؤثره زي برنامج كتاكيت وبرنامج سينما الاطفال عفاف طبعا مع عفاف الله يشفيها وديها صحه، وبرنامج طبعا الاعلاميه القديره الاستاذه نجوى ابراهيم وبؤلز وكل يعني طبعاً. كان في كده كم برنامج ما كلنا كان بيتأثر فينا جدا البرامج دي، شكلت وجداننا حقيقي. ليه دلوقتي ما فيش كده؟ كان في اهتمام، يعني كان في اهتمام بالطفل، يعني في الدوله كلها كانت مهتمه بالطفل. الاعلام برضو كان له هدف، وكان له في عيد الطفوله رسالة. انا فاكره عيد الطفوله وكانت فنانه صفاء ابو السعود بتعمل مهرجان في ايام عيد الطفوله ده كان في اوبريتات وكان ما انا بقول لك كانت كل الدوله كلها مهتمه بحاجه اسمها طفل. وكان الاعلام عايز اقول لك له هدف. دلوقتي شايفه ان دلوقتي الاعلام ملوش انا هدف. لسه اهو هدخل انت شايفه ايه يا حنان؟ والله انا شايفه ان في تقصير جامد جدا بالنسبه لبرامج الاطفال حقيقي. انا شايفه في تقصير في كل البرامج، وسبناهم حتى العيال الصغيره دلوقتي بتلاقيهم بيتكلموا مش لغتنا، مش اللغه المصريه بتاعتنا. يعني سبناهم الكرتونات كلها مدبلجه ده حقيقي، ده الناس بتشتكي من عارفه حضرتك ازاي. مفيش الروح المصريه، يعني اخر روح مصريه شفناها كانت بكار. جميل. مفيش حاجه ثانيه. جميل. ما شفناش حاجه ثانيه. تفتكري مين المسؤول؟ مين المذيعه؟ النهارده حضرتك بتمتحنيني. ماشي اوكي، ماشي انا موافقه. يعني بصي يا حنونه بجد، يعني انا دايما بحب اخد وادي. يعني طبعا. لا حضرتك تميل حضرتك على ايه؟ ده انا هنا بتعلم، حضرتك بتهزري. انا بس انا معايا كرومبا وقاعدين نتعلم انا وهي. لا مش قصدي يا حبيبتي، انا اقصد عايزه اقول ما هو مين المسؤول عن كل اللي احنا بنعاني منه ده؟ يعني مش بس في الطفل، صدقيني الولاد طالعين هيزعلوا مني لو قلت ان هم الاخلاق عايزه تتظبط شويه، الدين مش موجود، الاعلام ملوش رساله، البيت مش فاضي، الدوله مش واخده بالها، كل دي عوامل. يعني انا فاكره ان كان حوار بسيط جدا ما بين ماما فاطمه وكرومبا، ما بين ماما نجوى وبؤلز، كنا بنتعلم منهم حاجات كتير قوي، مجرد حوار بسيط جدا جدا جدا، بس كنا نوصل منه لرساله حقيقيه بتاثر فينا، والدرس بيثبت في دماغنا وما كناش بننساه ابدا حقيقي. يعني بس ما كانش فيه انترنت، ما كانش فيه جهاز اللي هو حول، هو كارثه. حول الاسره دلوقتي كل واحد ماسك الجهاز اللي قدامه، وكلنا منعزلين عن بعض، ولينا اصحاب في حته تانية خالص، وقاعدين ناخد وندي معاهم، واحنا اجساد قاعده مع بعضها. مفيش الاسره. طب انا هقول لحضرتك على حاجه صراحه، بس الكلام ده بيتكرر كتير من كل الناس، الناس كلها عارفه المشكله فين بس ما حدش عارف يحلها. لا انا عملتها. حضرتك عملت ايه بقى؟ بس ولادي طبعا في الاول واحفادي زعلوا في رمضان، قلت وانتوا داخلين البيت، انا في رمضان بيفطروا عندي كل يوم عيلتي كلها، فقلت هتدخلوا، حضرت كده صندوق كل يوم؟ كل يوم ايوه. وبيخشوا بيتهم؟ بس والله إيه هم لا بس هم يعني حنينين. ممكن باجي معاهم؟ طيب تتفضلي طبعا، تتفضلي طبعا. فاللي بيدخل يسيب الجهاز في الصندوق ده. طبعا كان في مقاومه، اللي معاه جهاز، معاه نوت، معاه موبايل، حتى الكبار صغيرين وكبار، الجهاز يتحط بره بعد ما نخلص فطار ونقعد حتى يا تيتا طب اصحابنا يطلبوكوا بعدين، طب اصل في معلش بعدين. حتى البنات الكبار بناتي بيبقوا قاعدين برضو ماسكين كلنا بقينا. انتوا عملتوا حياه عارفه موازيه بالظبط كده. نسيتوا الاصل وعايشين في الواقع. بجد والله حقيقي في فريندز مخلصين، يعني انا معايا فريندز كمان على الفيسبوك ما شاء الله، ولادي فعلا انا بحبكم قوي على فكره.
بس ما شفناش بعض، ما نعرفش بعض. بمناسبه الفيسبوك، حضرتك نشطه جدا على الفيسبوك، وحضرتك عندك كلمات كده. ده حضرتك عامله شغل جامد جدا يعني. حضرتك يعني بتوصلي برضو رساله من المنبر الجديد اللي ظهر دلوقتي. حقيقه بقى من يناير 2011. حضرتك عامله. طب ليه حضرتك قررتي انك يكون ليكي هذا النشاط على الفيسبوك؟ خوفي على بلدي. ساعه ما حسيت بخطر جامد قوي في يناير، حسيت بحاجه مش طبيعيه. سننا ادانا الحكمه شويه ان في حاجه جامده قوي، فما اعرفش، حسيت ان انا زي جندي كده. طب اعمل اي حاجه يعني. احنا اعلاميين، فاي حاجه يمكن الكلمه يعني. فالحمد لله ربنا وفقنا. احنا هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع ماما فاطمه، وهنشوف الاول حته كده سريعه برضو من كرومبا تاني. وما ان كرومبا موجوده، انما نسرين مش موجوده. نسرين كده تكون موجوده على فكره. فاصل وهنرجع نكمل كلامنا. معايا في الاستوديو الصبيان، ولو البنات برضو لهم في الموضوع اللي انا هتكلم فيه. اهلا وسهلا. دخل الاستوديو غلط يا عواطف، يا ماما فريدة. حد دخل الصوت ده مش غريب عليا، الصوت ده مش غريب عليا، الزمارة غريبة بس الصوت. يا أهلي يا هندسة، لعب وفن ومدرسة. دي كرومبا. أهلا وسهلا يا كباتن. أهل يا إيه دي كرومبا اللي في راسك ده؟ أنا ما خدتش بالي. ايه ده؟ ايه ده، انت متعوره؟ دي اصابة عمل. بس محمد قال لا كرومة. بصي دلوقتي قبل ما يعني هشوف اهلك. احنا اجتمعنا، وفي اجتماعنا مطلوب نوفر البهجة اكتر لمجتمعنا. الفنان عمرو دياب غنى الكلمات دي في ايه؟ في مسلسل بلاد السعادة. الفنان عمرو دياب في 85 قدم بلاد السعادة. مش كده؟ طب في 86؟ انا باذن الله في 86 يعني بحاول اعمل مجموعة اغاني للطفل. المجموعة اللي هي يعني هعملها يعني كنت عملت اغنية منها اسمها الفراشة. الفراشة. وببتدي اعمل مجموعه كده، واخش يعني يا رب كده اعمل حاجه للطفل تكون تسعده يعني ان شاء الله. طب نسمع حته من الفراشه كده. يعني هو كان انا والاطفال بنقول، انا بقول لهم كنت صاحبت فراشه زمان منقوشه بكل الالوان، غنت لي شويه الحان قلت لها ما تغني كمان بجناحها، قالت باي باي، قالت لي باي 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 باي. كده لا حلو قوي. احنا بنشكر الفنان عمرو دياب. رجعنا حضرتك زمان قوي. حاجه قديمه، وانا كنت امور على فكره. حضرتك لحد دلوقتي زي القمر. ربنا يخليك. لا والفنان عمرو دياب طبعا وقتها كان لسه طالع. وكان بيغني على مسرح مدرسه الليسيه اظن، على ما اتذكر. وانا خدت بالي منه، وجيت كان هو ومدحت صالح وهاني شاكر. بس في الاخر يعني هو كان قال وقتها ان هو عايز يعمل اغاني اطفال. ما عملش اغاني اطفال كتير الفنان عمرو دياب. ما بتجيبش همها اصلا. ما بتجيبش همها. لا ليه؟ بس هو دلوقتي يقدر يعمل بقى، يعمل لنا بقى اغاني. هو لو ولاده حركوه شويه ممكن يعمل، لو قلبه اتحرك شويه. بس شفتي كرومبا وهي مبطوحه؟ اهلي وزمالك دي من قديم الازل يا جماعه. يعني الخناقه الازليه مش هتنتهي عمرها. كرومبا كانت متعوره بقى وشغلانه. كانت في الاستاد كرومبا. هي طبعا على جايه مضروبه. طبعا. وبعدين هي مش راسي على حل، مش عارفه تشجع مين. يا اهلي بس مكسوف من الباقيين بقى. طب ارجع تاني بقى للحياه الشخصيه مع ماما فاطمه. وحضرتك عندك ما شاء الله اربع بنات وولد. عايزه اتكلم الاول عن تربيه الولد على اربع بنات. دي مهمه جدا. دلع بقى؟ لا، ما هي هو عامه يبقى مدلع قوي، يا بيبقى شايل المسؤوليه الزياده عن اللزوم في حياته، تبقى هي اللي عيني خربانه. ما هي بصي هقول لك حاجه، الام دي رسالتها ان هي بتربي خليفه الله على الارض. هي رساله كده يعني.
ابدا. انت بتربي خليفه الله على الارض، وربنا عامل الام كده، وكلنا بنتداول يعني بنمر بالمراحل دي. فساعه ما بتجيلك الرساله لازم تكوني فاهمه انت هتعملي ايه. البنات تربيتهم حاجه والصبيان تربيتهم حاجه، والمصيبه ان هو ولد على اربع بنات. زي ما انت قلتي كده، فلا تعرفي تقسي عليه قوي عشان ملوش ذنب، ولا تعرفي تسيبيه في وسط البنات عشان انت كلامك كتير مع اربعه فهيبقى هيتاثر غصب عنه. طبعا هيبقى بنوته يعني. فاهمه قصدي؟ فابتدي حريصه قوي وانت بتعملي كده، بتخلي بالك قوي، طلعيه مسؤول، والحمد لله هو طلع مسؤول. مش هتعمليه زي البنات ابدا يعني. ممكن البنت اقول لها لو دخلنا سوبر ماركت او نشتري حاجه خشوا نقول اللي يعجبكم، هو بقى ما عملش معاه كده. اقول في جيبك كام؟ بس مش ببين له مثلا ان انا قصدي في جيبك كام، انا هجيب لك حاجه وانت تجيب من جيبك حاجه، لو مش مكافي في جيبك يبقى حوش وكملهم وهاتهم المره الجايه. مسؤوليه مسؤوليه يعني، مش هزار. بس مش جبراء، لكن مفيش حاجه اتحرم منها، مفيش. طريقه الكلام والحوار لازم عقل، لان الولد عقل، البنت مشاعر. يعني بنت قدرت تجيب. بس دلوقتي البنات بقوا زي الصبيان. لا ده بقوا مصعبين، ما تزعلوش مني. لا والله بقوا زي الصبيان جدا. بقوا مصعبين، لا هم لا صبيان ولا بنات. بجد هم واقفين على في حته كده. لا صبيان ولا بنات. تفتكري حضرتك احنا بنربي غلط، بنعلم البنات انهم يبقوا ند زياده عن اللزوم للولاد؟ اصل كلمه ند دي غلط. هي لو عملت نفسها ند دي هتخسر. هو تركيبته عنده رجوله وحده بطبعه وكده، فما تطلعيهاش دي منه. ند او خبث او لقم مصيره يتفقس يعني. في بنات بتلجا للخبث والبلان والتخطيط بعقلها، مع الوقت هو هيحس وهتتفقس. لو نديه هيطلع اوحش ما فيه. ربنا ما خلقناش كده، ده خلقنا مكملين لبعض. يعني هو يكملني وانا اكمله. فلو هم فهموا كده الولد والبنت هتلاقي الحياه طعمها حلو ومختلفه خالص. واحنا نعلمهم كده ازاي؟ هم لازم يشوفوا ده منك، يعني لازم يشوفوكي انت مقتنعه بيه. وبعدين دايما وانا بتكلم معاهم اقول لهم كده، يعني اقول لها ان الديه مش صح، الخبث واللقمه مش صح. انا ما بحبش الخبث ابدا يعني. انا ممكن ان الديه استحملها واعلمها، بس الخبيثه مش هقدر عليها، الخبيثه مش هقدر. حضرتك البنات حضرتك دخلوا المجال الاعلامي؟ صراحه هم نسرين طبعا كانت بوابتها كرومبا. نسرين لا والله خالص، ما كانتش كرومبا. لا لا كانت دي، هي كانت ساعتها في ثانوي. ولا مش بوابتها خالص، انا كنت عاملاه اهداء كمان. يعني من غير اجر ولا اي حاجه. لا هم مع هم جامعه امريكيه وجم فتحوا قناه النايل تي في. فمحتاجين لغات يعني، عايزين شكل ولغه. فاللي ما اللي بيتخرج من جامعه امريكيه مش هيضحي ياخد 200 جنيه في التلفزيون ويطلع. فكان الكويس بيشتغل بره. لكن انا بصراحه بحب مهنه مقدمه البرامج، مريحه تنفعها لما تبقى ام. ده حقيقي. ساعتين ثلاثه في عندها في الشغل، اربع ساعات خمس ساعات، وبتروح تشوف ولادها، تشوف بيتها، تشوف جوزها. مهنه انا بحب يعني. انا قولي لي دقه قديمه ممكن. بس حضرتك ما حضرتك من انصار فكره ان الست نمره واحد هو ولادها. ولادها وبيتها. على فكره ده حقيقي يعني طبعا. ولادها وبيتها. وبعدين تحقيق بقى ذاتها او شويه الفاضيين واي نوت، ليه لا؟ بس ما يرجعش على بيتها يعني. ما يرجعش على بيتها ولادها. حضرتك ناس كتير قوي حضرتك وحشاهم، ما فكرتيش ترجعي تاني برنامج اطفال كرومبا تاني نعيد؟ لا كرومبا تاني مش هينفع. كرومبا في ثوبها الجديد لا نعمل لها قصه جديده. كرومبا ممكن تطلع تاتشات كده وتروح وتيجي. الجيل ده الجيل ده هو هتعجبكم انتوا. مش هتعجب العيال. هتعجبكم، مش عارفه ما جربتش، بس ممكن لو سمعوا صوتها هيحبوها. بس انا لو بفكر ارجع انا مش عايزه ارجع اطفال تاني والله. تصدقي ما حدك عايز ترجع؟ بحبهم جدا. لا انا ممكن اكلم الشباب بجد، الجيل ده مسكين وضاع، واحنا عمالين نلومهم. انتوا شالوا، انتوا سطحيين، انتوا ما هو ملقوش حد يمد ايده. المشكله فين؟ احنا. المشكله احنا اللي غلط يعني. احنا اللي سايبينهم يعني. احنا اتلبخنا في حاجات كتير وكانت قاسيه قوي علينا السنين اللي فاتت والسنين اللي قبلها كمان عشان ما نظلمش. ونسينا ان في مرحله عمريه ملخبطه.
لخبطه. هم سن مراهقه بيلخبط جسمهم وبيلخبط افكارهم، فمفيش ولا الام فاضيه ولا الاعلام بيعمل اللي عليه ولا الدوله فاضيه ولا اي حد، مين فاضي؟ مفيش حد ولا المدرسه. ده انا عايزه اتكلم في التعليم بقى. التعليم ده حضرتك لو حضرتك، احنا ان شاء الله عندنا حلقه هنعملها مخصصه عن التعليم من وجهه نظر الاهل والناس العاديه مش من وجهه نظر القائمين على التعليم، هم شايفين مشاكل، المشاكل جايه منين؟ لو حضرتك تشرفينا بقى فيها الحلقه دي ان شاء الله، ونفرد الموضوع ده علشان بس عايزه اقول حاجه للقائمين على بالذات التعليم. هو ده اساس اي حاجه طبعا، يعني عشان تبني بني ادم انت بتعلميه. انا مش هتكلم على المناهج لان انا مش متابعاها، بس الطريقه نفسها الطريقه بتاعت ان انا بديله المعلومه. وموضوع الدروس الخصوصيه الاهل هم السبب. الاهل هم السبب في موضوع الدروس الخصوصيه. هم مكلميني الولاد على الفيسبوك الكلام يا ماما على موضوع الدروس واستغلال الدروس. بس انا بقول لكم ان فعلا اهالي السبب. لو الولد الصغير ولا البنت ما خدش درس مع المدرس في الحصه في المدرسه يقول لك المدرس هيستقصدني. ولو انا ما وديتوش مش عارف، وبيوصل انهم مش لاقيين ياكلوا فعلا ويروحوا يدفعوا للمدرسين، فلازم تتحل. احنا حضرتك على وعد ان حضرتك تجي لنا في الحلقه دي، عشان احنا للاسف وقتنا خلص ان احنا نتكلم عن التعليم بشكل مفصل. بس حضرتك على وعد ربنا يسهلك معانا ان شاء الله فيها ان شاء الله. النهارده حضرتك نورتيني جدا. ميرسي جدا. وجود حضرتك النهارده كان اضافه جامده جدا. مرسي. مش بس سيدتي يا نساتي، لاحتفالنا عامه بعيد الام. ميرسي يا حبيبتي، كل سنه وانتم طيبين. اثرتي فينا كلنا، واحنا بدورنا اثرنا كمان في ولادنا. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي. وانت ونشوف حضرتك تاني قريب ان شاء الله، ويمكن على الشاشه ان شاء الله. ربنا يخليك ان شاء الله. فاصل وهنرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا. كلاسيك يعني، اللي بيشتري بوكيه السنة اللي قبلها بيشتري نفس البوكيه ويمكن نفس الألوان في السنة دي. وطبعا بالنسبة للإقبال، طبعا في إقبال كتير جدا، لأن عيد الأم الورد بينفع لأي مناسبة، يعني عيد أم، عيد حب، خطوبة، أي مناسبة بينفع فيها الورد أكيد. فطبعا الإقبال بيبقى زي كل سنة، بس يمكن الأسعار متحركة شوية وكده، فممكن يكون الإقبال ضعيف شوية، لكن برضه يعني مش زيه زي السنة اللي فاتت واللي قبلها، يعني الدنيا فيها شغل أكيد. بتعبي وفرح وهمي وما حسيتش معنى الكلمة غير لما اتقالت لي. الأفكار هي نفس الأفكار القديمة، بس هو التطور في الموديلات الموجودة في سواء في الحلقان أو الشنط أو الأكسسوارز عامة يعني. والله الأفكار الجديدة اللي بيشتري هدية إحنا بنعرف يعني بنعمل له معاه على قد ما بنقدر، يعني بنلفها له كويس حلو قوي، نحط له في شنطة كويسة ان هو برضه بحيث ما يقدمها بشكل كويس. بحبك يا امي. في قلبي يا امي. زي ما قلنا في اول الحلقه ان في نموذج اخر من الامهات احنا لازم ان يعني نوجه لهم التحيه والتقدير، وهي الام البديله. الام اللي بتسهر وتربي ابن مش من لحمها ولا دمها، ولكنها بتقوم على رعايته ولا اجدع ام. النهارده انا موجود ومنورني في الاستوديو هاله عبد الستار. مساء الخير. اهلا وسهلا. واماني محمد ازيكم؟ الحمد لله. انتوا صغيرين قوي. ايوه. انتوا مش متجوزين؟ لا لا، يعني انتوا كمان حتى لسه ما اتجوزتوش؟ لسه ما اتجوزناش. طب ضحينا بارسان كتير علشان رافضين هم مبدا الشغل ده. والاقامه بره المكان، لان بنقضي مع الطفل ده 25 يوم. ووظيفه كمان، انا المفروض ان انا معلمه رياض اطفال. يعني ليا مدرسه خاصه وليا ان انا اشتغل في اي مجال في مدرسه. ضحيت برضو بالوظيفه الحكوميه ديت علشان فعلا حبيت الشغل مع الاطفال دول. حبيت المهنه.
الفكره جت منين؟ يعني انتوا بتعملوها ازاي؟ ليه 25 يوم؟ اشرحي لي كده ازاي بتاخدي طفل مش ابنك وبتقومي على رعايته وتربيته وبتتولي كل شؤونه؟ هو اول حاجه الشغل ده انا كنت واخداه ان هو انا دلوقتي في مجال تخصصي بس لما روحت المكان لقيت المجال اللي هو ام اساسيه كمان مش بديله بستلم الطفل وهو لسه بدمه بكون انا عباره عن العالم الموازي المتكامل بتاعه من الحب والعطف والحنان الرعايه النظافه الاهتمام كل ده الطفل بتباتي مع الطفل عايشه معاه لحظه بلحظه يومه كله مهاراته الحياتيه انا اللي بتواصل معاه فيها كل 25 يوم يعني نظام الشغل عندنا شهر شغل في 5 ايام اجازه نظام اماني بتقعدوا يعني بتقعدي الخمس ايام اللي بتروحي فيهم بيتك دول بقى بتبقي حاسه ان وحشينك متضايقه يعني احساسك بيكون ايه؟ اساسا الدار اللي انا فيها جامعه الاورمان طبعا فرع اكتوبر انا بحس ان هو مش بيت التاني لا ده هو بيت الاول زي ما هلا قالت ان احنا بنقعد فيه اكتر ما بنقعد في بيتنا الاساسي بننزل فعلا كل 25 يوم خمس ايام بس بنبقى مشتاقين ان احنا عاوزين نرجع دول اولادنا خلاص خدنا عليهم خدوا علينا بقى ننسى الدنيا دي كلها معاهم ما بيوصلوا لسن المدرسه ويبتدوا يفهموا ان كنتوا مش امهاتهم بيبقى ايه الموقف احنا بنوضح لهم اصلا الصوره من اول من البدايه بتاعتها بنحاول خلاص احنا بكره في روضه نحاول نهيئ لهم الجو نهيئ نفسي انك هتخرج هتشوف اصحابك هروح الروضه الاول وبعد كده نكبر شويه نروح المدرسه نجيب لهم كل حاجه هم بيحبوها شكلك يبقى حلو في كذا فبيبقى متحمس الطفل للفكره دي بيبقى عايز يخرج عن العالم اللي هو بقى مع اخوته على طول فيه عايز يخرج بره نشوف الدنيا فيها ايه نشوف ماس نشوفها يا ماما خدنا كذا عملنا كذا بيبقى فرحان يا ماما طبعا اكيد شوف بيبقى احساس تاني جميل جميل يعني جدا طبعا وانا كمعلمه رياض اطفال اساسا يعني بشغلي والوسائل بكون مهدته ان هو خلاص هو حابب من الاساس يكتشف ايه الروضه دي يعني هروح لعالم هو حبه من الاساس ايه اكتر حاجه بتحرصوا انك انتوا تعلموها للطفل اول حاجه ثقه في النفس احترام الذات احترام راي الاخرين ببني فيه الامانه حب لاخواته ازاي يدافع عن نفسه في المجتمع يثبت وجوده ازاي في المجتمع ده هما بيدخلوا مدارس عادية ولا تبقى مدارس خاصة بيهم برضو؟ هي على حسب يعني على حسب ما هما بيقدموا لهم في المدارس اللي بتقبل سنهم في الوقت الحالي يعني سنتين سبع سنين كده بس الأورمان مدارس الأورمان تبعنا والمدارس اللي بيتأقلموا فيها من بداية الروضة طبعا بس الولاد مؤخرا بيبقوا ولاد رزلين عارفه عيال مع بعض بتغلس على بعض مش ممكن لما مثلا لو حصل وتعرض الطفل ده انه سمع كلمه كده ولا كده بتتعاملوا معاه ازاي؟ لا هو في انا اللي مربياه بزرع فيه من الاساس القيم الكويسه احترام اخواته حبهم لبعض فما بينتقش نادر لما ينتق سلوكه بيكون عندنا اخصائي نفسي والمجموعه المتكامله عامه من الباشمهندس حسام الاباني اللي هو ممدوح شعبان مدام سحر مديره الدار مدام الاء عثمان كل ده مجموعه متكامله هي بتحرص انها تسند الطفل ده وتدعمه في حياته بتقدم له كل الخدمات بحيث ان فعلا لما يكون في غلطه بتبقى بسيطه هو ما بيحاولش يعملها لان فعلا خلاص قايمين على الرعايه والاهتمام وكل حاجه بنقدمها له مفيش نادر طب بتردوا عليهم ازاي في الاسئله اللي هي ممكن جدا الطفل يجي طبعا يسالك مثلا يا اماني هو انا فين بابايا ومامتي؟ انا ليه قاعد هنا في وسط الناس دي؟ ليه ما عنديش بيت زي بقيه الناس يعني بتردوا عليهم ازاي في الاسئله دي؟ احنا بنحاول على قدر الامكان ان احنا مش نعرضه للسؤال ده ان هو يسال اصلا بس هو غصب عنه لما هيبتدي يشوف نماذج تانية في المجتمع غير البيئه اللي هو عايش فيها هيسال السؤال ده هو بيفهم ان هو فعلا ممكن ان هو يتيم بس احنا بنحاول نعوضه لان الام بتقوم بدورين الاب والام في نفس الوقت مش ان انا ام بس الواحد لا خلاص ما فيش ليه ما فيش ابهات بيتطوعوا يعملوا الشغله دي احنا لنا يعني الطفل لما بيوصل لسن 10 سنوات ل 17 سنه بيتنقل بره بيبقى في قايم على تربيتهم شباب حريص يعني في بس بيسموه بابا جده بدور الاب قايم بدور الاب وليه الاب مش موجود قبل سن 10 سنين رغم ان هو برده وجوده مهم وجوده مهم
بس انا اللي بنيته في الاساس. انا بالنسبه له فعلا كل بابا حاجه في الاول فعلا كل حاجه. ما بيحاولش يسال اساسا سؤال انا ليه هنا لانه مش محروم من حاجه. انت كل واحد مسؤول عن طفل واحد ولا ممكن تاخدي اكتر من طفل؟ لا ممكن طفل واحد او طفلين كحد اقصى خالص. ربيتي كام طفل لغايه دلوقتي؟ انا ربيت اجيال. انا بقالي 10 سنوات في المكان. إيه كمان بصراحه الفرع والاداره نفسها حاجه حلوه يعني. سلمت منهم اطفال لفروع تانية خرجوني مع الطفل يعني ان انا ايه بحيث ما يبعدش مره واحده عن الام بتاعته اروح يتكيف مع المكان اللي هو رايح فيه. ربيت كتير. اما بينفصل يعني اما بينفصل عنك بيبقى ايه شعوره بالنسبه له؟ شعور وحش، شعور صعب شويه، بس لازم اتاقلم ولازم اخليه هو كمان يتاقلم في الموضوع. بتفضلوا ده بتفضلوا على علاقه ببعض؟ احيانا مش في كل وقت عشان يقدر ينسجم مع اسره اب وام احسن له مليون مره، لان انا اوريدي مش ممكن اكون قاعده له على طول غيري ممكن يبقى امهات تانية يكبر. لكن لو حصلت له مثلا مشكله ومحتاج حد يتكلم معاه ممكن يلجا لك؟ اكيد اكيد. وساعتها بتتصرفي ازاي؟ إيه هو خرج من مسؤوليتك اصله. بنناقش المشكله. كمان بيبقى في وجود طبعا مديره الدار وفي اخصائي اجتماعي واخصائي نفسي، ده لو مشكله خاصه بسلوكه. لو حاجه في المدرسه طبعا هي الام اللي موجوده قدامه لحظه بلحظه. فكل حاجه بيحكي عنها بقى. لكن لو مشكله فعلا صعبه عليا او ما قدرتش ان انا فعلا احلها معاه بنلجا بقى الاخصائي المديره بتاعتنا. شوف احنا يعني معانا الاول تليفون هناخده ونرجع. الو الو. كل سنه وانت طيبه يا مامي. انت طيبه يا سو. انا بحبك قوي. انت جيتي ازاي يا سو؟ ماشي يا عزيزه قول يا سو. والبرنامج هو اللي كلمني ورديت على لما غريبه في نص كلاس بتاع الجمباز وعليه كان في بنت صاحبتك قالت لي نويت صاحبتك وقالت لي يلا نقعد على هوا وبتاع وبتاع. فضحتك يا عزيزه. اوكي يا سو اوكي. انتي انا جايه دلوقتي يا سو. روحي على البيت وانا جايه حبيبتي. خلصتي الجمباز؟ نعم؟ لا لسه؟ طيب انت خلصي بقى الجمباز بتاعك وخلوا الهيب هوب واسرح حصليني على البيت. حاضر باي. ادب ادب اخلاق ادب. حاضر. انا الحقيقه متشكره جدا لوجودكم النهارده معايا، ورغم ان انت اتكلمتي على ان هي شغلانه بس انا شايفه ان هي مش شغلانه. انا شايفه ان ده رساله وعمل سامي على فكره ومش سهل. الواحد ساعات كتير قوي ما بيستحملش عياله. لا يعني انا كأم ممكن اتعصب على عيالي واتنرفز وابقى مش طايقه نفسي. ربنا سخر قلوبنا للاطفال دول. احنا الموجودين لهم سخر قلوبنا لهم فعلا. خلاص بيدينا الطاقه. لو احنا مش قد الطاقه دي اوريدي ما كناش هنبقى موجودين عشانهم. فلازم نديلهم اكتر. طول ما احنا موجودين هنديلهم بزياده. خلاص هي كده. سبحان الله في دماغنا الاجر والثواب. يعني ده مصاحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. طبعا. يعني ده كفاله اليتيم ديت سبحان الله لها اجر عظيم. يعني هي كفاله مش بس ماديه. هي دي الفكره ان الكفاله مش بس بتكون ماديه حتى لو معنوي. احنا الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بمسح وجبر الخواطر. ايوه. فده كله والله عباده. جبر الخواطر دي عباده منسيه بس مش مع اليتيم. بجد مش مع اليتيم اللي عايش معاهم يعني على طول. جاي لنا الجمعه اللي جايه. لا الجمعه اللي بعدها واحد ابريل يوم اليتيم. ابريل اول جمعه من ابريل بصراحه. يعني كلنا عايزين نكون جنبه كده ونفرح قلبه ان شاء الله. وما يكونش هو يوم اليتيم يوم واحد. بجد احنا مفروض. بالنسبه لنا كل يوم. حضرتك كل حاجه بتتعامل للطفل ده بحب. كنا عايزين نعرض مع حضرتك فعلا الاوضه بتاعتهم نظامهم اسلوبهم حياتهم. نجيلكوا يوم نجيلكوا لغايه عندكم يوم وننقل وننقل الصوره دي ونحتفل ان شاء الله مع الولاد دي في يوم الياسين باذن الله نكون موجودين معاكم. ميرسي جدا لوجودكم. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيبه احنا سعداء. شكرا لك. نتمنى ان احنا نكون قلنا لكل ام وقدرنا نوصل لها يعني الرساله بشكل كويس. انا بس عايز اقول كلمه اخيره يا جماعه قبل ما نختم. ان عيد الام ده انا بشوف ان هو قبل ما يكون الاولاد بيحتفلوا بالام هي الام هي اللي لازم تحتفل بولادها، لانه دي نعمه من نعم ربنا. كل واحد يعني ربنا بيديها لك وهي امانه ربنا بيديها لك. وانت اللي بتستمتعي وانت بتربي ولادك وانت اللي بتكسبي وانت بتربيهم وبتعاشريهم. وكل حاجه في الاخر هتترد لك. وانا لغايه النهارده كبرت صغرت
طلعت نزلت. احلى حاجه في الدنيا ممكن في حياتي اسمعها لما حد يشوف ولادي ويقول عليهم ان هو متربيين كويس، ساعتها بحس فعلا ان انا عملت حاجه تستحق التقدير وان انا اكملت مهمتي واتممتها على اكمل وجه. كل سنه وكل ام طيبه. فاصل وترجع ليلى مع فقرتها. مامتي يا مامتي يا ست الكل، يلا نجيب الخير بالطول، يا ما دعت لك واتمنيت صوتك دايما يملى البيت، واصلي لربي وادعي لك ولا وفيكي مهما اديت. مامتي يا مامتي يا ست الكل، يلا نجيب الخير بالطول. ست الحبايب يا حبيبه، هي اغلى من روحي ودمي. سنه طيب. سنه طيب هتجيب لها ايه؟ قلت لها عايزه هديه، قالت لي عايزه شنطه. اتفقت مع بابا مع بابايا اجيب لها شنطه. من غيرك انا ما كنتش اسوى اي شيء يعني. كل سنه طيبه، واحنا الست دي استحملتني كتير صراحه. يا رب خليكي يا امي، يا ست الحبايب يا حبيبه. كل سنه وانت طيبه. بحبك. تقولي ايه لمامتك في عيد الام؟ لا، كل سنة وانت طيبة وربنا يخليكي لينا يا رب على طول، وانت أحسن أم في الدنيا. أحب أقول لوالدتي كل سنة وهي طيبة وكل سنة بصحة وسعادة، وربنا يديم عليها الصحة والعافية يا رب، وكل سنة طيبة وأيها بألف خير إن شاء الله. كل عام وانت بخير، الله يخلينا معاك يا رب. أنا عايزة أقول لماما كل سنة وانت طيبة، ولتيتا كل سنة وانت طيبة، ولتيتا سوسو كل سنة وانت طيبة، وجبت لماما هديه خلاص عشان هي خدتها وسافرت. جبت لها شنطه وجزمه. هتجيب لها ايه طيب السنه؟ هجيب لها الدنيا كلها يا رب. كل سنه طيبه، لازم نجيب لها هديه دايما. عندي ابوس على ايديها في الدنيا كلها. بقول لماما كل سنه وانت طيبه عشان انت خدمتني طول العمر. كل سنه وانت طيبه، ربنا يخليك ليا يا رب. اقول لوالدتي في عيد الام ربنا يبارك في صحتك وعمرك ويشفيكي. اقول لها كل سنه وانت طيبه وربنا ما يحرمنا منك. بس ان شاء الله غسال. زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ديالي، ولسه برضو دلوقتي تحملي الهم بداري. هو انا والدتي متوفية، فهقول لها كل سنة وانتي الى ربنا اقرب، وربنا يرحمك ويحسن اليكي ويدخلك جنته. وليا اختي الكبيرة، هي دي يعني البديل بتاع امي بجد. بقول لها ربنا يا رب يخليكي ليا ويوعدك بحجه، وانت حنين عليا وعلى ولادي وعلى احفادي. ربنا يخليكي ليا يا اختي يا رب. تعيشي ليا يا حبيبتي يا امي، وتدوم برضاك انا روحي من روحك انت، وعايشه من سلم دعاك. I love my mommy, I love my mommy, I love my mommy, yes I do. يا ربي خليكي يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة. مساء الخير، مساء الجمال على كل متابعين قناة دريم اللي بيتابعونا على الهواء مباشرة، وبالذات الستات الجميلة. وعايزة أقول لكل أم كل سنة وانت طيبة، كل الأمهات اللي في الوطن العربي في تونس ومصر والمغرب كل الدول العربية. وطبعا احنا عارفين النهاردة انه مناسبة يعني نقدر نعبر فيها لأمهاتنا، مع انه في ناس كتير يعني بتقدرش تقول يعني الأمها كل سنة وانت طيبة أو تجيها تقيلة. موضوع الأمومة ده حاجة صعبة جدا. أنا عن نفسي يعني هحكي لكم حتة صغيرة كده. يعني زمان كانت ماما تقول لي رايحة فين، جاية منين، ما تتأخريش. كنت أقول يا ماما أنا مش صغيرة، أنا كبرت. فعلا أنا عرفت قيمة ماما بس لما جبت ولد عمره 4 سنين. فعايزة أقول لها كل سنة وانتي في قلبي وفي روحي، وربنا يخليكي ليا يا مامتي. نرجع لموضوعنا النهاردة. موضوعنا النهاردة بنتين جمال جدا طبعا. إيه ماما؟ متهزره.
يعينك على خدمتك، يعطيك من يعليك يا لي، يعطيك من يعليك يا لي، يا ركي غالي عليا برشا برشا برشا، ونحبك برشا برشا يا لي، نحبك غالي، بالحق انت بنتي توحشتك برشا 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 برشا، ونحبك يا لي، لي راني نحبك برشا برشا برشا، وانت ركي بنتي، انت غالي عليا برشا برشا، الله يلا نحك عليا يا لي. إن ربي يفضل لك رياق، يفضل لك صحتك، يفضل لك خديمتك، وربي يعينك على خديمتك، يا تحفونة يا مزيانة يا غالي، انتي راكي غالي راكي، انتي تحفونة بالحق، إن ربي ينورك يا ليل، وربي يعليك من على من يعديك يا ليل، يا مزيانة يا تحفونة، انتي مزيانة برشا برشا بالحق، مزيانة بنتي، ذيك بنتي ذيك مزيانة. هذيك هي اللي نورتني وهزتني وفرهدتني هذيك بنيتي بالحق كلهم بنيتي يتحفوني زينة يا لي. طبعا انا اسفه جدا وعايزه اقول يعني طبعا في البدايه عايزه اقول للاعداد ميرسي على المفاجاه الحلوه لهاجر واحمد السيد وعزيزه واحمد رضا، ميرسي جدا، دي احلى مفاجاه جاتني النهارده. طبعا ماما دي بالنسبه لي كنز، يعني ربنا اداهولي في حياتي، معلش يعني المكياج ولازم كل حاجه باظت، اقول لها عمري في حياتي ما هنسى، فعلا يعني مانيش باش ننسى انت شنو عملت لينا ولا لاخواتي، ربي يخليك ليا يا امي، وديما ديما نتذكر حتى لو انا حياتي كلها يعني تسمى انه انا متغربه عليك وبعيده عليك وعمري ما عديت عيد معاك، لكن كل نشوف في كل ام نشوفها نشوفك انت قدامي، فربي يطول في عمرك ويعطيك الصحه يا رب، وميرسي لكم على الهديه وميرسي انكم رجعتوا بكيتوني مره شفتي يا نادين، شفتي يا حنين عملوا فيا ايه؟ المكياج كله راح عملوا فيا مقلب فعلا لا طبعا مقلب حلو وبشكرهم جدا. نادين وحنين يعني بكلمكم وانا كل دموع كل سنه وانتم طيبين وكل سنه ومامتكم طيبه. طبعا انا مبسوطه جدا ان انتم النهارده معايا، طبعا بنتين جمال زيكم فعلا، يعني مش عارفه عايزه انا اقول عليكم شعر على قد ما انتم جمال، طبعا اللي انا اعرفه انتم الاثنين بتتكلموا شعر مع بعض، عايزاكم بقى تحكوا لي ازاي جت، يعني ازاي فكرتوا، مين اللي كان مشجعكم في البيت انكم تتكلموا شعر، وبالطريقه اللي انا شايفاها فيكم مع ان عمركم لسه صغير. هو اولا ان اللي كل اللي شجعوني كانوا ماما بابا مدرسيني، ناس كتيره جدا كانت بتشجعني، وانا ابتديت كتابه اصلا من ايام وانا عندي 8 سنين كده، يعني كانت ايام 25 يناير، فكنت بشوف اللي بيحصل قدامي كنت بعبر عنه بالورقه والقلم، مش لغايه يعني ما كانتش حاجه كبيره قوي يعني، بس انا كنت دي كانت حاجه عزيزه عليا قوي، انما دلوقتي ابتديت اكتب احسن وارقى اكتر يعني. حلو جدا، وانت بقى يا قمر يا عسل اللي مش عارفه اعمل فيكي ايه، هبتدي معاكي من فين، قولي لي بقى ازاي كانت اختك بقى، مين اللي شجع التاني، انت شجعتيها في البدايه ولا هي؟ لا هي، هي طبعا عشان هي اكبر منك طبعا. كنت بقى انت بتسمعيها وهي بتتكلم شعر وكده ودخلتي معاها؟ قولي لي بقى احكي لي انت ازاي. كنت عندي 6 سنين، كنت حفظت قصيده هي. انت دلوقتي عندك كام سنه؟ 7 سنين. طيب ماشي اوكي. حفظت القصيده دي وعرفت القيها، وبعد كده خلاص عرفت القي وبقيت للمرحله دي. ما شاء الله، وهي كانت تساعدك؟ طيب انت دلوقتي بتتكلمي شعري لوحدك ولا بتتكلموا شعر مع بعض؟ في كده وفي كده. في كده وفي كده؟ طب لو انا عايزه ابتدي معاكي انت في حاجه كده هتقولي لي ايه؟ بنت عسول قولي. يعني. انا بنت عسول عن نفسي مسؤول، مع اني مجهوله وحقوقي منسيه، ده لاني مصريه تسيبوني مرميه وسط اللعب جوه الدولاب زي القمر وسط السحاب، حتى العينين شايفين ضباب بقى كله كره مفيش عتاب، رغم اني طفله القلب شاب
بالذمة معقولة؟ أنا دوري يتهمش وتقوله ما يهمش، اكمن أنا بطنش والوحدي معزول، مش هبقى عسول وهقولها برجولة، أنا بنت مصرية معجونة من طينها وشربت من نيلها وسكنت معادنها، واسأل في كل مكان رب العباد كرمني في كافة الأديان، توراة كمان إنجيل والله أقرأ في القرآن، اسأل في كل مكان، اسأل ورا القضبان، اسأل يناير ويونيا واسأل كمان رمضان، فاكر زمان يوم عبرنا يوم ما صرنا، لما كنت معاك وجنبي ليكوا دوركوا ولينا دورنا، وانتصرنا فبلاش تهمش دوري وتطنش، اني خلاص ما عدتش اقول على حاجة ما يهمش. يعني لو كان في اكيد ناس اللي بتتفرج فينا دلوقتي بتصفق، ويعني وانا هصفق لك طبعا، انت بنت مصرية عسولة فعلا، يعني مش عارفة اقول عليكي جبتي الجمال ده كله منين. حنين، حنين صح؟ نادين. نادين معلش، يعني حنين ونادين، نادين وحنين كله اخوات. نادين قولي لي بقى، مين اكتر حد كان بيشجعك في البيت؟ هو ماما وبابا كانوا بيشجعوني جدا، لان لو هما ما كانوش بيشجعوني ما كانوش وصلوني لحد دلوقتي. طبعا بقول لماما كل سنه وانت طيبه، لان انا لو من غيرها ما كنتش اصلا وصلت للمرحله اللي فيها، ولا كنت قاعده مع حضرتك دلوقتي. حبيبتي انت طبعا نورتيني. قولي لي بقى، عارفه ان النهارده عيد الام، اكيد محضرين لنا حاجه، يلا خلينا نسمع حاجه على عيد الام. عفوا عفوا، انها ام واحتفالكم مره بيها في السنه ده مش كفايه، امي لما اتكرمت من ربنا ما نزلش فيها بس ايه، دي سوره كامله، واما اذن انا ابن الجنه تحت قدمها حق، لو نحسن في المعامله امي مش محتاجه شكر، واحتفالكم لو مجامله فاسمحوا لي بقولها عفوا، كلمه واحده او في جمله، امي بس حقيقه كامله، امي بس حقيقه كامله، وكل يوم هطلب رضاها، امي طول العمر حامله همي طبعا مش ضناها، امي رب الكون حباها، امي رب الكون حباها وخصها بقران وسنه، امي دي على الارض جنه وفي السماء ليها باب، امي ياما اتحملت مني العذاب، امي شالت، امي تعب، امي سهل يا ما شئت، امي فرحت لما سمعت عن دعائها المستجاب، أمي محمل كل غائب موجودة، هي عايشة فيها قبل ما تكون عايشة فيا، الهوى بتنفسه الدفى توب بلبسه، سهرانة عينها بيحرسوا خايفين علي، أمي يا أجمل هدية وهبها ربنا للوجود، مهما ضاق الكون عليا حضنك انتي ملوش حدود، انتي تدي وأقول شوية وبرضو قلبك كان يجود، كانت مشاعرك هي هي مهما قلبي كان جحود، شفتي مني كتير بقاسية غطتيني بالورود، طرح قلبك كان مودة وطرح قلبي كان برود، اغفريلي في اللي عدى، اغفريلي في اللي عدى، ربنا رحمن ودود، لما ترضي ربي يرضى ومستحيل أبدا هعود، مستحيل أبدا هعود. الله عليكم فعلا، يعني فعلا بشكركم جدا جدا جدا، انتم بنات ما حصلتوش أبدا. قولي لي دلوقتي ازاي بتجيلك الافكار ان انت تعملي شعر؟ يعني انت بنت برضو لسه صغيره، وما شفتش انا بنتين كده في سنكم يتكلموا بكل طلاقه كده بصراحه، وواثقه من نفسها كمان. ازاي بتجيلك الافكار ان انت تقدري تجمعي الكلمات مع بعض؟ انا لما بحس بحاجه او حاجه مناسبه او اي حاجه، لما اي حاجه بتحصل لي بكتب عنها، بعبر عنها بالورقه والقلم. حتى ساعه وفاه جدتي الله يرحمها، الله يرحمها، كتبت قصيده كانت بتبكي الناس كلها، ف قوليها، احنا بكينا بكينا يعني، كملي قوليها. صراحه انا مش محضراها دلوقتي. أنا لو عايزه تقوليها وجاهزه اتفضلي. طيب طب ايه اكتر شعر كده اخذتي، يعني حسيت انه قعدتي فتره يعني نزلتي دخلتي كل، وانا اللي فهمته منه ان انت بتعملي اللي انت بتحسيه اللي انت عايشاه، اكتر شعر طول معاكي اخذ معاكي وقت؟ ممكن حاجات عن اكتوبر او حاجات زي كده، عشان بدخل على النت وبعرف معلومات اكتر، بسال بابا وبسال ماما، عشان الوقت ده انا ما كنتش عايشه فيه، فبحاول اعمل سيرش يعني.
حلو جدا. مش حاسه انه انك انت بنوته، انت واختك صغيره تدخلوا للمجال، مش حاسه انه صعب عليكم؟ لا، لاني طالما انا منظمه وقتي وعارفه ان انا بعمل ايه، تمام. ليه ما اعملش هوايتي اللي انا بحبها؟ حلو جدا. مش مؤثر على دراستك؟ لا، لاني طالما انا بذاكر يبقى هعمل الحاجه اللي انا بحبها. ده نظام ماما او بابا اللي هم بيقولوا لنا عليه. حلو جدا. حنين صح؟ تحلمي بايه يا حنين؟ هبقى مشهوره جدا. بس مشهوره جدا؟ انت اصلا مشهوره وانت عسل جدا. طب قولي لي ايه اكتر، مين الشاعر المفضل ليكي؟ مونونا ونادين. مين؟ مونونا ونادين. يا حبيبتي. طيب قولي لي في ايه تاني عندك حاجه عايزه تقوليها لنا؟ في قصيدة تسمحي لي برضه عن الأم. اتفضلي. طب احنا النهارده ده للأم، فيعني أنا عايزاكي بقى تدلعي الستات. ستي أقولي تسمحي لي؟ تسمحي لي يلي طول عمرك دليلي، مهما كان الليل طويل يلي دايما ترسمي لي ميت نهار والدنيا ليل. أمي حب الكون ده كله، جنب حبك شيء هزيل. أمي ممكن تسمحي لي اعترف لك بالجميل، اشتكي لك ضعف حيلتي جوه حضنك يا ما شلتي. لا اشتكيتي في يوم وقلتي مهما حملك كان تقيل. امي نبع الحب انتي، نار حبك سلسبيل. انتي امي ابويا عيلتي، في الوجود مالك بديل. والحياه من غيرك انتي تبقى ظلمه في عز ليل، وابقى ظلمه لو ما كنتش اعترف لك بالجميل. وابقى ظلمه لو ما كنتش اعترف لك بالجميل. وابقى ظلمه ما لو ما كنتش اعترف لك بالجميل. طبعا نفضل يعني الجميل ده حاجه كبيره قوي، يعني نفضل يعني نعترف بيه طول عمرنا. نادين وحنين، طبعا انت بتحبي التمثيل صح؟ صح؟ انت بتحبي الشعر اكتر حاجه والتمثيل كمان. ماشي. مين بقى يعني مين اكتر ممثل انت بتحبيه؟ انا بحب فؤاد المهندس الله يرحمه. بحب احمد حلمي. بحب ناس كتيره جدا. ناس كتيره بدون يعني بتمثلي. بتقدري تجيبي الدور بتاع اي ممثل مثلا انت بتحبيه؟ لا، مش انا مش بقلد، انا بمثل. انا بمثل لما بكون في مسرحيات او كده فبمثل. حلو، حلو جدا. وانت انتي وضعك مع التمثيل ايه؟ حلو. حلو. طب مين ممثل انتي شكلك بتحبي الشعر اكتر صح؟ انتي جميله على فكره، انا ببص لك بتوه، ما اعرفش حتى عايزه يعني هسالك اقول لك ايه صح ولا لا. طب قولي لي، طب انتي دلوقتي في الشعر اوكي، ايه اكتر الشعر بتحبيه؟ شعر يعني مش فاهم. شعر كلام. شعر نادين الفته. ماشي. لا قصدي انا ايه اكتر مثلا انت شعر بتحبي انت على طول تقوليه انت حباه، زي مثلا لما مثلا تحب يعني بتحبي تقولي حاجه لماما، بتحبي تقولي حاجه لبابا، حاجه رومانسيه، كلام كده وطني رومانسي كده، حاجات كده يعني شعر جميل يعني. لا، هم وطني. ايوه. والماما والبابا. طيب قولي لنا بقى الباب. مفيش حاجه لبابا خالص. ها. طب جميل جدا، مش مشكله. طيب عايزه عارفه عندك حاجه لوطنك يعني حافظاها بحكم انه انت يعني. طيب يلا سمعين. دخلت قبله. يلا. دخلت قبله الفصل وسال اسمك ايه؟ قولي يا حلوه تطلعي مين؟ اسمي حنين، بنت جميله بريئه رقيقه، قدوه لكل الملتزمين. طب يا حنين، مصر بلدنا، حبك ليها واصل فين؟ مصر يا أبلة، مصر ضميري، مصر في دمي، مصر أخويا وأبويا وأمي، دي مصر الحرة اللي ما عمرها خضعت مرة، وأي غطيس حاول يكسرها تبقى نهايته يطلع بره. مصر عظيمة، شعبها نيلها، صوت صغر نور معدنها، حابب تسأل اسمع منها، مصر بتحكي وبتتكلم من شعوب الكون تتعلم. مصر حبيبتي ما يوم تتألم طول نحاميها يا جندي أصيل. مصر تربى في حضن النيل، حرف صناعي ولا مهندس، دكتور حتى ولا مدرس، كلنا واحد.
كلكوا واحد؟ ايوه يا ابلة كلنا. طب يا حنين نعمل ايه في حكاية الدين؟ لحظة يا ابلة، كلنا مسلم ولا مسيحي؟ مصريين كلنا واحد. كلكوا واحد؟ ايوه يا ابلة كلنا واحد. ما شاء الله فعلا كلنا واحد. بشكركم نادين وحنين، طبعا نورتوني، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يخلي لكم مامتكم يا رب، واشوفكم على طول احسن ناس في الدنيا. نورتوني، نفسي ابوسك بس بعد ما اخلص طبعا هبوسك، ممكن؟ نورتوني مرة تانية. وكده مشاهدينا خلصت حلقتنا، بس قبل ما اختم عايزة اقول حاجة. طبعا انا ليا ماما، بس ليا خالة اسمها فوزية، هي كمان اللي ربتني. نحب نقول لها زيدة ميرسي تاتا، وربي يخليك ليا اللي انت زيدة خليت تونس وجيت باش تستقر بحدايا في مصر. انت امي اللي جابت وانت زيدة اللي ربيت، وميرسي بيا يعيشك يا خالتي، وان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي على خير. مين اللي قال ان انا عنك بعيد؟ ببوس ايديك في كل طلعت يوم جديد، ورضاك عني يا امي كان املي الوحيد. يما الشهيد انك في حضنك مش بعيد. مين اللي قال ان انا عنك بعيد؟ ببوس يا ام الشهيد ابنك في حضنك مش بعيد.